التجربه ديال القاعات الرياضيه والمستخدمين ديالها تبين لنا باننا ما عندناش واحد الممثل رسمي ولا شرعي اللي يمكن يتذكر ولا يدافع على المشاكل والحقوق ديال المدربين. وبعد نقاشات طويله ارتئينا بانه ماشي ارتئينا ولكن الواقع تيقول هو انه الجمعيات كتنتمي للجامعات والعصاب والمدرب منخرط ولا تيدرب في الجمعيه وبالتالي الانتماء ديالو للجامعه هو رياضي تقني ماشي مهني. وبالتالي في هذا التسلسل ديال التفكير هذا تبين لنا بانه الجامعه الرياضيه مخول لها تنظيم وتقطير الجانب التقني والرياضي من الشيء، تنظيم البطولات، تنظيم التظاهرات، رفع مستوى الممارسه وتنظيم البطولات المغرب وما الى ذلك. التكوين التقني كذلك للمدربين ولكن كعمل مهني كعمل الجامعه ماشي اختصاصها انها تهضر على المدرب. ومن هذا التفكير وهذا النقاش جات الفكره باش نتاطروا كمجموعه ديال المدربين تحت يافطه نقابه. هذيك الكلمه النقابه اللي كانت جديده على علينا كمدربين اللي كان خصنا نشتغلوا فيها على راسنا لان التكوين ديالنا هو جمعوي وبحال تبعدنا نوعا ما من هذا العمل النقابي. ولكن فهمنا بانه باش ندويو ونتكلموا على المصالح ولا الهموم ديال المدرب هو الالتئام حول النقاب. ومن هادشي هذا نشأنا نقابه وطنيه للمدربين والمستخدمين وارباب القاعات الرياضيه. الهم ديالها هو الدفاع على حقوق المدرب، اصدار بطاقه مهنيه، الدفاع على حق ولوج الضمان الاجتماعي للمدرب. وكاين واحد الملف مطلبي مهم حنا في طوطي الاعداد ديالو الدفاع عليه. درنا باسم النخبة الوطنية عدة اجتماعات، عدة مراسلات، رسمنا رئاسة الحكومة، رسمنا وزير الشغل، ورسمنا وزير الثقافة والشباب والرياضة، عدة مراسلات كنعرفوا بها في النقابة، كنعرفوا الدور اللي بغينا نقوموا به. أسسنا العديد من المكاتب الإقليمية والجهوية والمحلية على صعيد المغرب، ابتداء من الداخلة مرورا بعيون، شيشاوة، الدار البيضاء، أخريكا، فاس، تازا، طنجة، قنيطرة. قنيطرة الإقليم وحنا كنهضرو على قنيطرة أسسنا المكتب الإقليمي والمكتب المحلي. لامين إبراهيم مدرب رياضة الجيدو وجيجيتسو، سانكيام دان في الجيدو ودوزيام دان في الجيجيتسو، مدير تقني، رعي الجنية، أمين المال العصبة، مسؤول تحكيم العصبة. شغنقول لك لحد الساعة باقي ما فهمت والو. هذا الإغلاق اللي وقع هنا بالخصوص مدينة قنيطرة، قررت تخرج، ما كنعرفوش منين كنتوصلوا بالقرارات غير من التواصل الاجتماعي، ما كاينش شي قرار رسمي اللي خارج من العمله. تقريبا دايرين جميع الاحتياطات، جميع الاعتراضات الواقعيه اللي درنا تقريبا من شهر 7 حتى شهر 9 حتى شهر 10 2027 27 اكتوبر. وحنا سادين هذه المده طويله تقريبا سادين وما كاينش شي جواب اللي غادي شي واحد يفسر لنا كيفاش. وكنشوف المدن الاخرين اللي خدامين والقنيطره بخصوص اللي فيها ما فهمش واش القنيطره بوحدها اللي فيها كورونا والمدن الاخرين ما فيهمش. ما لحد الان ما كنقدرش نستوعب كيفاش المدن الاخرين كي التدريب عاديه كنتواصلوا مع الاخوان الاخرين المدربين الاخرين كنتواصلوا معاهم
يقول لك حنا عندنا خدامين عاديين كل شيء. بالنسبه للعصبه ولا الجامعه حتى واحد ما هضر معنا، فهمتيني؟ يعني عون بحرك كما كنقولوا، فهمتيني؟ ما كاينش واحد التواصل. الانشطه بدات شي حاجه ولكن عن بعد، دار شي انشطه بالنسبه للتحكيم بالنسبه للتيغني ولكن عن بعد. وفي العصاب الاخرين خدامين عاديين، لاحظتوا عصبة الشمال طنجة وتطوان حسيمة خدامين عاديين، الجنوب ديال مراكش أكادير خدامين عاديين، والعصبة ديالنا اللي رباط أخرى رباط سلا قنيطرة، عندك رباط وسلا خدامين وقنيطرة ما خداماش، هذا هو الغريب في الأمر. عندي رسالة كنوجهها للمسؤول، المسؤول الأول اللي في قنيطرة هو العامل الإقليمي، وهذا كل السؤال خصو يعطينا استفسار، علاش قنيطرة بالخصوص؟ هذا هو السؤال اللي يوضح لنا كما شار الأستاذ حاتمي قبل مني، أرسلنا للسلطات لا العمالة ولا الباشا، لحد الساعة حتى واحد ما كي كل شيء كيبغي يطمع الناس هكاك يكون الخير، يكون الخير الناس السيمانة الجاية يكون الخير، وما كان ما كنتوصلوا حتى حاجة. وسبق وضبطوا وقفات جيوشية درنا جوج وقفات، الوقفة الأولى درنا حدا العمالة، جاو الأمن تفهموا الوضع تاع هما، قالوا لنا يكون الخير إن شاء الله، راه الأمور تحل قريب من قوالو، واحد السيمانة تحل الأمور. دازت واحد المدة من بعد درنا وقفة ثانية اللي جيت للنافورة اللي ما كنتش كنتظر بأنها غتوقع تابعت بحال داك الشيء، لأن واحد من المدربين اللي تعرض للضرب اللي الكتف ديالو مشالو ودار العمليه الجراحيه، لان القيمه ديال المدرب ما بقاش على ما عرفتي، كنشوف انايا كان المدرب ما بقاش، فهمتيني؟ هبطت واحد شاوي. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم هو صديق صاحب قاعه رياضيه ومجمعيه رياضيه اللي انا هو الرئيس ديالها، جمعيه في الاسبوغ قنيطره. انا كبرت هذه الرياضه هذه، ملي لقيت على راسي وانا صغير تلقيت راسي استاذ، درت لاصال ديالي خدمت فيها المده ديال 27 عام، اختاريت باش نجلس في هذه البلاد هذه بواحد الاراده ديالي، درت فيها الدويره ديالي درت فيها وليداتي باش نكبرهم من هذيك لاصال. حتى كنتفاجئ جات الجائحه ديال الله سبحانه وتعالى، ما عندنا ما نديرو، هادشي اللي عطى الله، المده ديال سنه صدر في حقنا الاقفال اننا نسدو، يعني واخا خدمنا هذيك الشهرين اللي وسط هذاك العام ما عندها ما دير لك هذيك الشهرين، حيت انت هو العمل ديالك ما عندك شي حاجه اخرى كديرها من غير هذاك العمل. درنا مراسلات ما استجب لنا حتى شي واحد، ولا كانت الحكره حتى واحد ما شاف فينا كاع. بالنسبه للمكتب المحلي، الكاتب المحلي هو السي صديق، استاذ كاراتيه ورئيس جمعيه فيتا سبور اللي شكل المكتب ديالو في مدينه قنيطره، واللي تواصل مع السلطه باسم المكتب المحلي، واللي لحد الان مازال ما كانش شي تواصل رسمي معاه، لانه يمكن تعتبر السلطه بانه الموضوع ديال القاعه الرياضيه موضوع ثانوي، والعاملين فيه هما مواطنين من الدرجه الثانيه. وعطاك بالنسبه للكتابه الوطنيه، عبد الربي هو الكاتب الوطني، نقابه ديال المدربين المستخدمين وارباب القاعات الرياضيه، تواصلنا مع ولايه الدار البيضاء الكبرى في شان فتح القاعات الرياضيه في الدار البيضاء والمناطق، لانه تعاني من الاغلاق منذ سنه من مارس السابق. هاد الجائحة هادي عرات هاد القطاع، ورات بأنه قطاع هش وغير منظم، وكيعاني من بزاف ديال تيعاني من بزاف المشاكل. حنا كنقابة غنحاولو ما أمكن أننا نناضلو باش ندافعو على حقوق المدرب ونرجعو ليه الحقوق ديالو،
عن طريق التواصل الرسمي مع السلطات المعنيه بالامر من رئاسه الحكومه والوزاره الوصيه، وزاره الثقافه والشباب والرياضه، وزاره الشغل. ومن هذا المنبر كنغتنم الفرصه باش نتوجه للسيد رئيس الحكومه وغنسالو على موضوع ديال مشروع القانون اللي كيهتم بدعم القطاع ديال القاعات الرياضيه. وبغيت نقول له بانه القطاع ديال القاعات الرياضيه هو قطاع غير مهيكل، والاغلبيه ديال العاملين فيه هما لا ينتمون الى الضمان الاجتماعي. وبالتالي اذا كان المشروع ديال الحكومه هو انه تعوض الناس اللي في الضمان الاجتماعي المنخرطين في الضمان الاجتماعي، كنأكد لكم بانكم ما غتعوضوش مستخدمين مدربين ديال القاعات الرياضيه، ولكن غتعوضوا واحد الفئه معينه اللي كتنتمي للنوادي الكبرى، واللي هادوك ماشي هما الناس اللي كيدربوا الابطال، هادوك نوادي ترفيهيه. حنا كنهضروا على القاعات الرياضيه اللي كتكون الابطال وكتربي الوليدات مع الوالدين ومع المدارس. بالنسبه للشركات، هذيك قاعات حتى هي عندها الحق تمارس الرياضه، ولكن راها قاعات ديال الترفيه لواحد طبقه معينه، واحد الممارسه معينه. وبالتالي ما يمكنش نتعاملوا مع قاعه رياضيه كبيره الشركه، نقول لها شركه كبيره، كما كنتعاملوا مع الجمعيه الرياضيه اللي كتاثر الوليدات في الاحياء. راه درنا احصاء ولقينا بانه غير في القنيطره كاين 300 تقريبا ديال الجمعيات. الا درنا غير معدل ديال 100 مخالط في ديك الجمعيه غتعطينا واحد، يمكن نخليكم ديروا العدد ديال الناس اللي كتاثر ديك الجمعيات في مختلف الاحياء ديال مدينه القنيطره من 6 العشيه ل 9 الليل، وشوفوا الفوائد اللي كترجع بها على الدوله ولا الحكومه ولا القطاعات اللي كتتواكب هذه الوليدات. كنهزوا العبء على وزاره الصحه ان الوليدات يوليو في صحه جيده، كنرفعوا العبء على الامن لانه تنلهيو واحد الوليدات واحد الوقت اللي يمكن يخرج الزنقه ويتعاطى شي حويجات وحده اخرى. وكنساهموا مع الوالدين في التربيه ديال وليداتهم، لانه ذوك الوليدات تيلقاو واحد الملجا واحد اخر بالموازاه مع الدار ديالهم، باش نعطيهم حتى حنا واحد اللي نقدروا نعطيو كمرافقه تربويه، باش يكونوا ناس مواطنين صالحين كيساهموا ايجابيا في هذه البلاد. بغيت نشير واحد الامر اللي هو مهم، هو انه حنا في القاعات الرياضيه ديالنا حتى نحاول ما يمكن نكونوا اكثر ما يمكن ملتزمين بالقانون. الجمعيات الرياضيه ديالنا قانونيه، الانخراطات ديالنا مديوره او نيفو ديال الجامعات، وكنحترموا جميع القوانين المؤطره للرياضه. اللي بغيت نشير ليه هو انه في الظروف الحاليه كيتواصلوا معنا بزاف ديال المنخرطين وتيعبروا على الرغبه ديالهم باش يتدربوا، وبما انه الساهرين على الامور مانعين الممارسه في القاعات الرياضيه، تيطلبوا منا اننا نمارسوا معاهم الرياضه خارج القاعات الرياضيه في المنتزهات او في شي اماكن معينه. حنا ما كرهناش نستجيبوا لهذا الشيء، ولكن اللي تيرجع واللي تاكدنا منه هو انه هذا الوضع هذا غادي يخرجنا من الوضعيه القانونيه للوضعيه اللا قانونيه. وبالتالي ملي غنخرج انا بوليداتي في واحد المنتزه اللي هو اصلا في ذاك القرار العامي اللي منع التدريب ومنع اللجوء للمنتزهات، غادي نولي انا كنمارس مع وليداتي في واحد البلاصه غير مؤطره وغير قانونيه، وغادي يمكن نعرض نفسي لاي مساءله. الاستنتاج هو انه غيخرجونا من الاطار القانوني للاطار اللا قانوني، وبالتالي حتى حنايا غنوليو في موقف ضعف، وحنا كنرفضوا هذا الامر هذا. حنا بغينا نخدموا في الانديه ديالنا بالظروف والشروط الاحترازيه اللي متفق عليها وزاره الشباب والرياضه، وزاره الصحه، وزاره الداخليه اللي بها باش رجعنا نخدموا. لهذا قررنا اننا ما نقوموش بالتدريب خارج اطار الجمعيات ديالنا، باش ما نعرضوش راسنا للمساءله
لانه كنعرفوا بانه اي تجمع هو غير مرغوب فيه.